اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن يوم الجمعة: تسميه الملائكة يوم المزيد، يوم خلق الله عز وجل آدم عليه السلام، يوم نفخ الله في آدم الروح، يوم أسكن الله آدم الجنة، يوم أسجد الله ملائكته لآدم، يوم جمع الله فيه آدم بحواء، يوم قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يوم استجاب الله لدعاء يعقوب، يوم غفر الله فيه ذنب آدم، يوم كشف الله فيه البلاء عن أيوب، يوم فدى الله فيه إسماعيل بذبح عظيم، يوم خلق الله فيه السماوات والأرض وما بينهما، يوم يتخوف فيه الهول وشدة القيامة والفزع الأكبر.